سجل يا ابو يوسف عشان ميت العام بلدنا. اه والله يا فتوحه ونجيب. هو فين فتوحه؟ اول كلامنا بحمد رب النعم هتزيد نعمتنا وبرحمته الواسعه هتسول غمتنا وصلاه محمد نبينا هي ثروتنا. انا وانتوا يا سامعين بعد الصلاه عزين في مدح الحبيب النبي راح تحلى سهرتنا. صاحبني يومين اتنين ومشاني اكلته عسلي ما اكلنيش من الشان. صاحبني يومين اتنين ومشاني اكلته عسلي ما اكلنيش من الشام. اتاريه لعلة يا عبد سلام اتاريه لعلة قليل الاصل مشاني. عايزك تروح غسالة بدلالة بختها مال رضيابه. خلي بالكوا بقى ده المفتاح ده اللي بيجنن اي حد من الاخر. اللي واقف مكاننا هو اللي يعرف. ماشي ابو عيون خضر ده خطر خطر. شفت مكتوب كده على اي محول وانت خطر يعني ممنوع الاقتراب بما يرضي الله. بس بعد ما تشوف يا ابو عيون خضر يا عسل انت اللي وحشني. سيبوا بقى عمده بقى يا حبيبي بقى خلينا نشوف اكل عيشنا. تعالى كده يا باشا بعد اذنك ما تزعلش مني. تعالى كده مساء العسل باشا تعالى بس كده اوعى تزعل. طيب حمو بما يرضي الله اللي بيحب عبد السلام بما يرضي الله يسمعنا سقفة. مش هتكلم اتفضل قسم طلع نعناع الاله ديت هات الكده والقوانص والفشه والكلاوي والراس والمنبار بالمره. بص نسمع سقفة للي بيحب امه. امك اقسم بالله ميت العام المملكه ست الحبايب ومن غيرك حبيبي يما عشان نجيب الخلاصه. الام يا كريم هي فين ام العريس يما اهم. ست الحبايب ومن غيرك حبيبي يما حملتي تسع شهور شفت الهوان يما. ياض مش كده ابوي يا ابو حسن انت بتربى بتصب عليه. وضحتي جسمي على الدنيا انت السبب يما. فرحة بكرة إن شاء الله. ورضحت لبنك حلال واللساني قال يما. أنا لو رهنت الروح تباعها لليما. لا
هشوف الدنيا ولا الاخره رخرة الا برضاك يما. قبلينا قالوا ما تاخدش بالظاهر. اه والله ده في نفخة كدابة يا ميت العامل على مظاهر يا كريم يا رب. امتى يا خلق نفوق ونتعلم ولا احنا ملناش الا الظاهر؟ خط احمر كده زي عماد، خط احمر كريم زي عماد كده. الحرب لو كلام البغبغان يكسب. والدنيا اللي احنا فيها يا ميت العامل لو فلوس ابن الزواد يكسب. في ناس كتير يا حمص بيعملوا افاليم وبيقولوا كلام كتير. والله يا ميت العامل محمد عبد السلام وحيد وملوش بديل. أنا اللي بقول كلام يا حمص بيتقال في الأفلام. باسم شعب ميت العامل عايزين نعيش في التوهان. هنحلمس ابو حلموس عشان شعب ميت العامل ملموس. اللي موحد بالله وهو قاعد يفك ايده ويسمعنا السقف. نجم الموسيقى العربيه سمسم بالقلب الاهليه رأس مصر دكتور محمد عبد السلام. نسل الكلاب على الأرض
تنكش تاكل ما تنكش ما تاكلش تلبس هتخش جنة وهي اخر حاجة وهي اخر حاجة عشان يرجع لبال اخر حاجة عشان نطلع الفقرة وهي اخر طلعة طلعت الصواريخ اللي جاية نطلع على المريخ وانت قاعد باشا اللي جنبه صاحبه جدع يرفع ايده الاتنين لفوق كده اهوت ويطوع ايده يمين وشمال بس مش عايزين اكتر من كده على السلامة يطلعنا على المريخ ارفع ايدك فوق Tell me, tell me, tell me.